السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا في عندي شجرة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما درسنا يا أولاد الدرس الماضي اتكلمنا عن إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت أمه به كان أبوه اللي هو مين؟ عبد الله، كان قد مات، وكانت أمه آمنة بنت وهب اللي هي قعد النبي معاها صلى الله عليه وسلم 6 سنوات لغاية لما هي ماتت. تمام، ايه اللي حصل؟ كان جده عبد المطلب، يبقى ده الجد، خلاص ده الأصل. طلع منه أبو طالب، العباس، حمزة، عبد الله، دول اسمهم ايه؟ أولاد عبد المطلب، خلاص، اللي هم اللي باللون ده، دول النساء، النساء اللي موجودين معانا في الدرس اللي فات اللي هي السيدة آمنة وأم المؤمنين خديجة، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودول عمام النبي صلى الله عليه وسلم، وده إيه؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس اللي معانا النهاردة درس قصة جميلة جدا عن الصدق والأمانة. فاكرين يا أولاد لما قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلقب بالصادق الأمين وهو عنده في 20 سنة وفي 18 سنة في العمر الصغير ده، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. النهاردة في قصة معانا جميلة قوي، إن في ولد اسمه زياد بيلعب زياد، فلقى محفظة زرقاء ملقى على الأرض. أي واحد فيكم يا أولاد ممكن يعرض للأمر ده، ونفس القصة دي تيجي معاه. أنت قاعد تلعب في مكان فلقيت محفظة، محفظة واحد، فلما زياد لقى المحفظة أخذ المحفظة وقعد عد الفلوس اللي فيها يشوف إيه اللي في المحفظة دي، فلقى فيها فلوس، فشاف الفلوس لقى الفلوس تكفي إن هو يشتري الدراجة اللي هو بيحلم بيها، وإن ده الشيء اللي هو بيتمناه. فبعدين زياد أخذ المحفظة وقاعد، فلقى راجل جاي، الراجل ده جاي قاعد يسأل في المكان، يا جماعة محدش شاف محفظة زرقاء؟ فزياد قاعد سامع الراجل، فقعد يفكر زياد يقول إيه؟ أنا أدي للراجل المحفظة بتاعته، ولا يا أروح أشتري الدراجة بتاعتي اللي أنا بتمناها؟ فزياد لما أفكر لقى إن من الأمانة ومن الصدق والتربية الكويسة إن هو اللي باباه ومامته ربها له إن هو يروح يدي للراجل الإيه؟ المحفظة. فقرر زياد إن هو يروح للراجل يديله المحفظة، والرجل فرح فرحا شديدا علشان لقى الولد الصغير ده صادق، لقاه أمين، لقاه إنسان كويس. فلما زياد روح البيت حكى لوالده وقال له حصل كذا كذا ولقيت المحفظة وديتها للرجل، فأبوه فرح بجدا. لو حصل الموقف ده معاك عايزك يكون عندك أمانة، وعايز يكون عندك صدق، عايز الكل يفرح بك إن أنت على خلق، وإن أنت رباك والدك ووالدتك ربوك تربية كويسة. لما تبص كده على السلوك ده وهو جايبه لك كده بيقول لك، شايف الشكل ده؟ دي طبعا حقيبة مدرسية. بيقول لك السلوك ده ولا السلوك ده اللي كويس؟ لما أنت تشوف حقيبة مفتوحة وفيها حاجة، هل ان انت تروح تمد ايدك وتاخدها من زميلك من غير ما هو يعرف وتبقى في الحالة دي انت غير امين؟ لا طبعا، ده سلوك خطأ. انما السلوك الطيب ان انا اسيب الحاجة دي موجودة زي ما هي. طيب لو انا لقيت حاجة محطوطة على رف من الارفف وانا واقف، ينفع ان انا اشيلها من مكانها من غير ما حد يشوفها او ما يعرفش هي ايه؟ لا طبعا، انما انا اسيب الحاجة دي ايه؟ مكانها. طيب لقيت مسطرة، لقيت القلم بتاع صديقي، أي حاجة محطوطة على الديسك بتاعه الترابيزة بتاعته، هل إن أنا أمد إيدي أو أخدها من غير ما استأذنه
او اي استئذان من صديقي ده لا طبعا ما ينفعش، انما نسيبها مكانها. نفس الموضوع لو طعام سايب السندوتشات بتاعته، سايب المية بتاعته، اي حاجة من دي ما ينفعش طبعا ان انا اروح امد ايدي واخد الحاجة دي، انما لازم من الامانة يا اولاد ان انا اسيب الحاجة دي مكانها لغاية لاما ان انا استأذنه واقوله لو سمحت انا مثلا هاخد المسطرة بتاعتك، انا هاخد الالم بتاعك، انا محتاج مثلا شيء منك، هو اذن لك وقال لك اتفضل خد، او قال لك انا مش هقدر ان انا ادي لك شيء. ده كده انت يا حبيبي تتعلم الامانة وتتعلم الصدق، تكون صادق ما تكذبش ابدا، وتكون امين ما تكونش خائن، ما تاخدش الحاجة من ورا صاحبها علشان الامر ده بيكون فيه خيانة. تمام، ان شاء الله هنتكلم معاكم في الدرس اللي جاي عن الوضوء.